Sana TV. Sasa tunasomewa kiamu na ndugu zetu Hassan na Hussein. Tukikaa chini tunapata salamu fupi kutoka kwa Sheikh Hamis bin Abdul Hamid, kisha serikali, kisha Sheikh Hamid Masudi wa Jongo anafanya kazi ya kumkaribisha mufti. Hiyo ndo tumemaliza. Ni kiamu kifupi cha kitwarika. Tukikaa chini, Sheikh Hamis kutoka Zanzibar, Sheikh alafu serikali, Sheikh Hamid Masudi wa Jongo, mufti, Allahumma ya basitu aliyadaini bila atiya. Tizama saa yako, bado tuko saa tano na kidogo. طوبى لمن صلى على الحبيب سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهرا توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بإخوان بني عدي من الطائف النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما أشهر قمرية وآن للزمان وآن للزمان أن ينجلي عن صدى حضر أمه ومريم في نصوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتنأله سنا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ظهري مفنوك انتم وتحقيك لمعزي أسي أشاك بغني وناوريك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك ومحيا كالشمس منك مضيء أسرت عنه ليلة غرواء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وزدها اللهم صل وسلم عليه وتوالت بشرى الهواتف قد ولد المصطفى ولد المصطفى وحق الهلاء اللهم صل وسلم عليه هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر الله عطر الله ومغفر الكريم يهدي جديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك